احنا لنا في كل مجموعة حلقات جديدة وقفة مع العناكب، والعناكب الحقيقة دولة كبيرة قوي لا تكفيها حلقة ولا ألف حلقة، والكلام فيها ما ينتهيش. العنكبوت حيوان قديم عمره منذ النشأة 400 مليون سنة، يعني ممتد في التاريخ 400 ضعف قد امتداد الإنسان. الإنسان عمره مليون بس. والعنكبوت في المملكة الحيوانية ما بيعتبرش حشرة، لكن بيصنف مع العقارب بحكم تقسيم الجسم ورجليه، عدد رجليه. العنكبوت له 8 رجلين، الحشرات 6 رجلين. ثم الحقيقة رجلين العناكب غريبة جدا، لأنها بتأدي وظائف كتيرة خالص. يعني رجلين العناكب هي أعضاء تلقيح، وفي نفس الوقت أعضاء لمس وشم وسمع وحركة وتسلق. أعضاء سمع، العنكبوت يسمع برجليه. ازاي؟ على ارجل العنكبوت 100 مليون شعيرة. الشعيرات دي تهتز ترتجف لأقل ذبذبة صوتية، فبالطريقة دي بيسمع برجليه، يشم برجليه، يلمس عن طريق الشعيرات دي برجليه، بالإضافة إلى الحركة، ثم زي ما قلنا أعضاء تلقيح. ايضا من علامات شيخوخة العنكبوت سقوط شعر رجليه تطلعها. وفي العنكبوت زي ما احنا عارفين جهاز غزل، في مغزل في مؤخرة البطن، في 50,000 بكرة غزل في مساحة ملي، 50,000 بكرة في مساحة ملي متر واحد. والمغزل ده بيغزل عدة أنواع من الخيوط من سمك ونوعيات مختلفة. في خيوط لبناء البيت، وخيوط للقفز والطيران، وخيوط لتكتيف الفريسة، وخيوط إنذار، وخيوط دخول، وخيوط خروج، نوعيات مختلفة كل نوع شكل. وبرضه في خيوط لصناعة سلة البيض. في جنينة وسط فدان ممكن نلاقي مليون عنكبوت من عشرات الأجناس. الغريبة في العنكبوت إنك تلاقي فيه جميع الرذائل والسلوكيات المنحطة. هو حيوان سافل، هو فرانكشتين الحشرات ودراكيولا وريا مسكينة، وكل جميع الرذائل تلاقيها في العنكبوت. تلاقي الزوجة تاكل زوجها بعد التلقيح، والأم تاكل ولادها إذا ما هربوش بعد الفأس مباشرة، والأخ ياكل أخوه، والولاد ياكلوا بعض. وأي ضيف يخش البيت بيت العنكبوت يتاكل مع الشكر. وشفنا في حلقة ذكر العنكبوت بيقدم مهر لعروسه عبارة عن حشرة ملفوفة عشان تتلهي وتاكلها أثناء الدخلة وتسيبه في حاله. وطبعا الذكر المحظوظ اللي له عمر هو اللي برضع بعد التلقيح، وياخد ديله في أسنانه ويقلع وما يرجعش البيت الآن تاني أبدا. الغدر، الوقيعة، التآمر، العدوان، القتل، كل الرذائل اللي تصوروها تلاقوها في العنكبوت. ده بالإضافة إلى إن أحيانا يبقى في عنكبوت حرامي، حيوان سنكوح عايش على قفا غيره، يتسلل إلى أعشاش العناكب اللي حواليه ويلطش اللي يلاقيه ويجري. بعكس حشرة زي النحلة،
تلاقيها مجمع فضائل، كل السلوكيات الرأية الحلوة تلاقيها في النحلة، حشرة اجتماعية تعاونية تعطي وتعطي وتعطي بسخاء، حياتها كلها دأب وتضحية وكفاح في نظام ملكي صارم، الطاعة فيه مطلقة